المواسم هاي تتسم بالدفء هيك دفء. الكريسماس واكيد يعني كل العيال 100% بيحبوا انه هم هيك يضيفوا لمسات ديكور بشكل عام. فيعني لو سمحتي رشا في البدايه تحكي لنا انه ايش الاشياء الاساسيه اللي لازم الواحد ينتبه لها لما يحاول او يحب انه يعمل ديكور أكيد. مثلا في الغرفه هلا احنا بالاول شيء ما بنقدر منطقيا ما بنقدر نغير عفشنا كل شوي، فاحنا لعبتنا هون اكسسوارات المنزل، نقدر نغير الالوان، الكوشنز، الاكسسوارات اللي عم نحطها على الكوفي تيبل تاعتنا، الورد الوان الورد وانواعه، لما تغير انت شمعه ورده وكوشن بس لون واحد تغير كل المنظر عندك. صح. طبعا هذا التغيير رح يكون موسمي او بمناسبات معينه. كريسماس من المناسبات اللي كتير حلو او احنا بنقدر انه احنا نعمل تغييرات كتير بالبيت، بنقدر نخليها باي ذا واي لطول الشتويه. لتيجي الصيفية بنقدر نرجع نغير ونلعب بالألوان. فهي الإكسسوارات دائما هي لعبتنا. حلو. فإحنا اليوم رح نضيف ألوان زهري لأنه الزهري رح يضيف عنا هدوء وراحة ورواء للمكان، وبيعطينا هذا زي التلج وزي الأجواء هاي الكريسماسية. وإحنا بنقدر نتبع الألوان اللي عم ناخدها بتغيير المنزل، مثلا السنة الكولر ترند شو نقدر نتبع الكلر ترند تاع السنه. مو شرط كان انه كريسماس دائما، يعني حضرتك حكيتي زهري، مو شرط كريسماس دائما احمر واخضر، مو شرط انه نحن دائما يعني هلا تراديشنال دائما الاحمر والاخضر حلوين كثير بالكريسماس، بس احنا برضه بنقدر نطلع عن هذا القاعده ونحط اللون اللي احنا بيريحنا بالبيت. لانه انت لما يعني لما تغير دغري ايميديتلي بيعطيك بوزيتيفيتي وإيش البوزيتيفيتي ايجابيه طبعا ايجابيه بالبيت، مش بس للسبيس تاعك، لإلك لنفسيتك. صح. للبيت كله بتلاقي فيه تغيير. صح. كامل. طب يلا نبلش، انا متحمسه اشوف شو محضرتي لنا. احنا هلا اليوم لانه الكنباي اوف وايت، نعم، ونحن عندنا شويه كريسماس، فهلا شو بتقترحي هلا الاوف وايت لانه كول كولرز احنا بنسميهم الالوان الفاتحه والهاديه، وانتم الالوان باي ذا واي اللي حاطينهم كول كولرز فاكيد بتلبق عليه. كيف حلوين؟ ايه حلوين ألوان. بس رح نقيم الوان، بس رح في اشياء رح نقيمها اليوم طبعا. يلا اوف كورس معلوم نقيمها بدك اياه برندا اذا بدك مساعد سامعتك اوكي. هذول رح نقيمهم، رح نخلي واحد فيهم لاني رح احط فيه طابات للكريسماس. طيب انا اذا بدك بساعدك بليز رح نقيم واحد فيهم. خليكي رندا هذا بس خلي غامق عشان هذا اللي اي ثينك رح يحول. لا هم نفس الشيء نفس الشيء. اوكي نقيم واحد. اوكي خذوا على البيت، نشيله وين نروح فيه؟ خذ مؤمن هناك يمكن. كثير حبيت انك جايبتي لنا ثرو. حرام حلو. ايش كمان؟ حاسه انه هدول كمان بدك اقيمهم. المرجان، المرجان وحده فيهم رح اقيمهم بس هلا لما لا انا بستنى معاكي. يلا بنشتغل، جيب نشطف كمان. يلا احنا هذا الديكور لعنا اياه من ذا وان، كنا عاملين تروبيك. حلو حلو لانه هو هلا مع الكريسماس عم نغير نعمله شتوي. انا اي دونت نو هاي وين بدك تحطيها. هاي احطها جنبها لاني رح احط صندوق هون. اسمعي انا هذا ماي فيفورت، يعني هذا لوني المفضل. طبعا احنا هون رشا انا ما رح اتدخل لانه انت هون بمنطقه رندا. لعبتي اسمع وانا ورندا لابسين زهري اليوم كمان عارفين. فانت اليوم بمنطقه رندا فبدنا نكون حذرين بالتعامل مع رندا. لعبتي هون زي اليوم الركلات الترجيحيه هي تم حكيت. صح ايوه بالضبط، كل حدا ومنطقته هون، كل واحد وتخصص، كل واحد وعلامه بالضبط. هلا كثير عالم رندا بخافوا يخلطوا ذهبي مع فضي. حبيت. وابدا ما نخاف نخلط ذهبي مع فضي. ليه؟ لانه الفضي بقلل من حده الذهبي والذهبي بيبرز الفضي. ففي كثير عالم بقول لك لا كيف نحط ذهبي فضي؟ فضي وذهبي ما بيلبق. بيلبقوا كثير زي كحلي واسود. انا معك. هذه حافظينا عشان لما كمان انت تتركينا نعرف ندبر حالنا مع الصوره. بنشوف بنصور ونبعت خليهم. حلو. ايش بتحبي؟ فكله فضي ذهبي. حبيت رشا. كثير حلو. حلو. كنت شايف انه عندنا هاي ذهبي من اول. بعثوا لي الصوره قبل. حلو. فحط مزبوط. اسمع الفضي والذهبي بتحسيه زي السحر هيك ماجيك بيعطي. يس. اوه هيك قلام جمال ده. نعم هاي رح نزيحها. حلو. هلا بدنا نعمل نلعب بالاطوال. لازم يكون شيء اطوال مختلفه. رح احطها معك لايرز. وهاي انت بدك اياها تكون بالنص الطابات. الطابات لا رح اجيبها على هاي الجهه هلا بس اخلص الشمعات. اوكي.
احلى شيء انك تركتي لنا حرام لانه دائما الاستوديو بارد بالشتويه لازم نضيف حرام على الصوفه عشان الكوزي هيك المنظر. اوكي بقدر بدقيقه كمان نخلص رشا ايش نساعدك؟ خلينا نساعدك اربع دقائق. لا لا ما تنعجي لسه في اشياء بدك نشيلها. لا 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 بدي اقول لك شو نعمل. انا احكي لي في اشياء من الكوشنز مثلا بدك نشيلها. الكوشنز هلا بحط لك اياها. نقي لي هاي اللي بدك نقدر نحطها بالنص هون لهون هاي شوي لتلي. وهاي بدنا نحطها لهون شوي هيك. لا ما تنعجي لسه معنا 3 دقائق. اوكي هاي بدنا نحطها هيك. حلو كيف شعورك رندا تغير لك الديكور الخاص فيك يا عادي؟ قلبي برقص ما عندك أقيم. لا اصلا بده تغيير كان أقيم هاي طبعا هاي. طبعا اوكي هاي اللي بالنص بدنا اياها كمان ولا خلاص؟ هاي بدي اياها خليها اوكي هاي خلص رندا طيب اوه اكيد التلج لازم يكون وهي المرجانه رح تخلي خليها المرجانه شو رايك زي ما بدك انا مش عارفه مش حاسه انها كثير ماشيه ولا انت اتس اب تو هلا بس احط الباقي هو ديزاينك انا ما رح احكي ليش حلو هاي حلو حلو يا سلام انا بركي لك يا على المرجانه لسه بدك امشي هدول باتجاه الكاميرا ونعلقه بالمرجانه هيك اربطيه لا ربطته اربطيه خلاص ربطته اوكي ربطيه للغزال ربطته ممتاز بالمرجانه ايش كمان نعمل هلا رح نقيم الازرق والبربل نخلي بس الزهري وهدول بدنا نقيمهم بدنا نقيمهم هاتوا انا اساعدكم بالتعزيل يلا ايوه هذا لمين إيه؟ هيك قمناهم صح أحسن. شيلوا الميتين يلا مالك هون لانه شوي منسول هاي حلوه الزهريه هدول بدنا اياهم خليهم لابقين هذا ما شايلين شيء بدي اخذ واحده فيهم بليز عندي واحده ثانيه بينك اجيب لك اياها في بينك بدنا نعبي بس الصوفه فيها كويس لعبتي هاي حلو هاي هاي بدنا اياها خليها انا مش قايله شيء عليها حبيت انك حطيتي لنا الثرو هون لذيذ اوكي فهلأ زي ما شفنا تغييرات كتير بسيطة كتير سمبل وغيرت كل اعطت هيك الاول شيء زهري اعطى فانسي لوك تفضلي الذهبي والفضي اعطانا جلامرس لوك واعطينا هيك اللوك اللي شوي الكريسمسي شو رأيك والله بجنن كتير حبيته هيك معلوف معلوم معلوم مع الفضي والذهبي حلو عمل فرق قلب المود وهداه لذيذ كثير حلو لزيز. هو الزهري بعلم النفس بيعطيكي هدوء وراحه ورواق الله يعطيك العافيه حبيت انك جمعتي الذهبي مع الفضي حلو وبجنن عن جد شكرا رشا موسى لوجودك معنا ثانك يو شكرا على اللمسات الحلوه شكرا. وكل شخص بيقدر يعمل اشياء زي هيك بسيطه بس لازم يكون حاطط اللون بباله قبل ما يبلش حلو اكيد دائما دائما تعالي عندنا كل اسبوع اسبوعين هيك تعالي وخلينا نغير حلو انت لما تغيري بالكريسماس تقدري خلص خليه لطول الشتويه مزبوط اللون اللي بتحطه خليه طول الشتويه انجوي استمتعي فيه ليجي الصيف بنغير الوان بوب فريش نغير الالوان معك شفتوا الفرق ولا حلو كثير الله يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا رشا صار لابق على الابيض اللي نحن مزينينه شكرا يعطيك العافيه شكرا كل عام وانت بخير اهلا شكرا